سعيد شو اخباره؟ مين؟ الطنبور؟ على سيرة الطنبور هو عايز شفته تقول عنه طنبرجي شنو بينقرق كتيرة. شو الحكي؟ ايه لك قول عنه كل شي، قول عنه خرطي، قول عنه عريمي، بس تقول له طنبرجي بيطير العقل من راسه. ها يعني ليش بده يزعل؟ يعني الناس عم تغلط معه، ما هو شو بيشتغل؟ طنبرجي بس هو بينرق لما الواحد بيقول له طنبرجي، يعني بيستحي من شغلته. اخو مراو انت؟ ايوه ابو صغير، بدي اياك تساعدني بشغله. هات لشوف شو هالشغله. بدي بمعيتك الحاره كلها تنادي له طنبرجي، وخاصه يلي بيعرفوه. ومشان شو بدك ياهن ينادوا له طنبرجي؟ اخي هيك انا هذا الزلمه مقروق منه وبدي اقرقه. معناتها بدك تفرد كيسه، يعني بالعربي الفصيح بدك تفت متليك وبدك تفت نقلات، ولا خلي لك اهل الشام كلها تنادي له طنبرجي. مو بس طنبرجي، بعرو بعرو لي لي، بعرو بعرو لي لي، طنبرجي طنبرجي طنبرجي. يعني اذا دفعت لك كل واحد بتزبط وبصيروا ينادوا له طنبرجي؟ بالمتليك كله بيصير. لك عم معيتك ابو سطيف، قوم خلينا نمرق لنا على كم واحد نعطيهم متليك متليك على الماشي، خلي يصيروا ينادوا له طنبرجي. قوم. ما حزرت ابو عبدو، الكحتنه بهي العمليه ما بتزبط معك ابنو، متليك ما بيمشي الحال، بدك تحكي بالخمس متليك وانت طالع. ايه خلاص مثل ما بدك، خمسه خمسه ما بتفرق عندي انا، قوم خلينا نبلش.